السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأطباء موهبة الله التي وهبها إياهم ليجعلهم سببا من أسباب الشفاء. نجدد التحية لحضراتكم وأهلا وسهلا بحضراتكم في برنامج الأطباء جعلهم الله سببا من أسباب الشفاء، وبرحب بحضراتكم في حلقة ظهيرة الجمعة والمخصصة لتأخر الحمل أسبابه وطرق علاجه. في الحلقات الماضية استعرضنا حكمة الله وقدرته سبحانه وتعالى في الخصية، المصنع الذي لا يتوقف عن إنتاج الحيوانات المنوية، بينما المبيض بالنسبة للسيدات شيء مختلف تماما، فالمبيض تكونت بداخله بويضاته منذ كانت هذه السيدة جنينا في رحم أمها وتكون حوالي 7 مليون بويضة، ومنذ هذا التوقيت وهي جنين في رحم الأم حوالي 20-22 أسبوع من الشهر الخامس من الحمل، ما يحدث داخل المبيض هو فقدان لهذه البويضات وضمور لها إلى أن تولد هذه السيدة بحوالي 1 مليون بويضة فقط موزعين على المبيضين، وقد يزيد قليلا. بوصولها لسن البلوغ الذي تحلم فيه بالحمل وتبتدي تفكر في الحمل وفرصها في الحمل، بتكون فقدت كمان أكتر من نصف هذا العدد، واللي موجود يقينا أقل من 500,000 بويضة موزعين على المبيضين. في عمر الإنجابي لأي سيدة مهما كان عمرها الإنجابي فهي لا تنتج أكتر من 400 بويضة في حياتها الإنجابية. كل شهر تستمر عمليات ضمور البويضات وتدميرها وفقدانها من هذا المخزون داخل المبيض، ولهذا مع تقدم العمر والسن تقل عدد البويضات، تقل جودتها وكفاءتها، تقل فرص السيدات في حدوث الحمل، ومن هنا جاء اللفظ مخزون المبيض من البويضات وتأثيره المرعب على السيدات اللاتي يبحثن عن الحمل. ولهذا يجب على كل سيدة وهي تفكر في البحث عن الحمل أن تنظر إلى الصور اللي هنبتدي نعرضها لحضراتكم. نشوف أول صورة. هذا هو العمر، هذه هي الساعة الزمنية، هذه هي الساعة البيولوجية، هذه هي الساعة اللي عاملة زي الساعة الرملية. السيدات بتفقد من فوق من البويضات الصالحة اللي موجودة داخل مبيضها، ويبقى الأغلب هي بويضات ضامرة ولا تصلح لحدوث الحمل بمرور الوقت والعمر. يجب على كل سيدة تبحث عن الحمل أن تعرف أن السن والعمر والزمن هو العدو الرئيسي لفرص السيدات في حدوث الحمل. قلنا أن على عمر 30 سنة 90% من البويضات فقدت، وعلى عمر 40 سنة مش بس اللي فاضل 3% من البويضات، لكن 90% منهم مشوه وغير طبيعي وفرص حدوث الحمل منه قليلة، ويبدأ تأثر السيدات في فرص حدوث الحمل بدءا من 30، لكن التأثر واضح قوي عن سن 35 سنة. نشوف الصورة اللي بعديها. كل سيدة يجب أن تنظر لهذه الساعة البيولوجية، كل شهر بيمر، كل سنة بتمر، كل 5 سنين بيمروا يؤثروا بالسلب في السيدات وفرصهم في حدوث الحمل. الصورة اللي بعديها بتؤكد على هذه النصيحة، أن السيدات تولد بطبق مليء بالبويضات، وهذا الطبق المليء بالبويضات نوعية البويضات جيدة. بمرور الوقت والعمر الطبق ده بيفقد منه، وقد لا يتبقى سوى بويضات قليلة، وللأسف أنه الأجود يفقد أولا، فعندما يتبقى القليل تكون كمان النوعية سيئة. يجب على كل سيدة أنها تلاحظ انتقالها من هذه المرحلة إلى تلك المرحلة. نشوف الصورة اللي بعديها. ده عمر السيدات، ماذا يفعل العمر؟ السيدات تولد بمبيض مليء بالبويضات، نوعيتها جيدة، فرص حدوث الحمل منها مرتفعة، مرور الوقت والعمر يخلي الطبق اللي موجود المخزون المبيض معظم الفراغات فيه فارغة ما فيهاش بويضات. لو مدينا إيدنا مش هنحصل على بويضة، وإذا مدينا إيدنا ولقينا بويضة قد لا تكون بويضة جيدة، وفي نهايات العمر الإنجابي بيبقى من الصعب حدوث الحمل، ولكن في النهاية الحمل هبة من الله زي ما هنقول الحلقة دي والحلقة القادمة. شوف الصورة اللي بعديها. لكن يجب على السيدات ملاحظة أن العمر والسن يؤثر بالسلب، وحديثا كل الناس لاحظت زيادة في عدد حالات تأخر الحمل. لما جينا نقيم تقييم حديث جدا ده في السنة أو سنتين الأخرانيين أسباب تأخر الحمل في السيدات، لقينا الصورة اللي قدام حضراتكم دي. معظم الأسباب 35% أوفيلاتوري ديس أوردر، مشاكل في عملية التبويض، زي ما هنتكلم على تكيس المبايض الذي ينتشر انتشار النار في الهشيم، انتظرونا في حلقات الشهر القادم. و 20% اللون الأحمر ده diminish ovarian reserve، إن مخزون المبيض من البويضات قل. فلما نضيف دول نلاقي أكتر من 50%، أكتر من نصف حالات تأخر الحمل عند السيدات سببها مشاكل تبويضية.
إما عدم حدوث تبويض أو عدم وجود بويضات ليحدث تبويض. ويظل الإندومتريوزس مرض البطانة المهاجرة بيمثل 10%، وتراجعت أسباب ومشاكل أنابيب لتمثل فقط 3% من أسباب تأخر الحمل، و5% أو أقل الأسباب الأخرى. أكثر من 50% من أسباب تأخر الحمل في السيدات سببها تبويض وسوء عملية التبويض وضعف المخزون، أصبح يمثل 20%، وهذا رقم ليس بالقليل على الإطلاق. تأخر سن الزواج خلانا نقابل الحالات دي أكتر، في أسباب تانية هنقولها بعد دقايق زودت حالات تأخر الإنجاب بسبب ضعف المخزون. عشان كده خصصنا حلقات كتير لضعف المخزون، لأنه بقى مؤثر بالسلب في 20% خمس السيدات اللي بيبحثوا عن الحمل. نشوف الصورة اللي بعديها. طب وإيه الأسباب يا دكتور اللي تؤدي إلى أن السيدات بقى عندهم مخزون ضعيف؟ ليه بقينا نسمع اللفظ ده؟ أولا بقينا نسمع اللفظ ده لأن التحليل والإثبات والدليل بقى متاح. نمرة اتنين، لأن في أسباب تزيد من ضعف المخزون زادت في الفترة الأخيرة. تأخر سن الزواج، تعرض السيدات للتدخين سواء السلبي أو الإيجابي. ونرجع نشوف الصورة اللي عندنا بتقول الآتي. BCO الناس اللي عندهم تكيس مبايض بيبقى عندهم مخزون عالي، لكن مخزون نوعيته جيدة، وفي الأعمار المتقدمة من تكيس المبايض يبتدي المخزون يقل بوضوح. إندومتريوزس مرض البطانة المهاجرة، من 7-8 سنوات لما كنا نتكلم ما كانش حد يدركه ولا حد يعرف يعني ايه. الان الناس تدرك البطانة المهاجرة وتأثيره السلبي على فرص الحمل، وهو مرض مدمر لمخزون المبيض من البويضات، فهو يأكل البويضات ويضعفها، ومع انتشار وزيادة البطانة المهاجرة زادت حالات الضعف المخزون. نرجع للصورة نلاقي كمان هيدروسالبكس، التهابات الحوض والأنابيب وتمدد الأنابيب والالتهابات المزمنة وانتفاخات الأنابيب، ثبت بالدليل القاطع أنها تؤثر على المخزون هذه التهابات الحوض المزمنة. ما كناش زمان لحد 15 سنين بنسمع عن ده، كنا بنسمع عن انسداد الأنابيب، لكن التهاب مزمن في الأنابيب وصديد وماء داخل الأنابيب يؤثر بالسلب على فرص الحمل، مش بس لأن الأنبوبة باظت، لأنه كمان يضعف مخزون المبيض من البويضات. الحالات دي زادت فالمخزون بقى يقل، بقينا نسمع كتير عن حالات ضعف المخزون. وكمان نشوف الصورة بتقول immunity issues، immunity المشاكل المناعية، في سيدات عندها مشاكل في مناعتها، مناعة جسمها اللي المفروض تحافظ على أنسجة الجسم وتهاجم الأعداء، هذه المناعة حصل فيها خلل، فبقى عندنا أمراض مناعية، وعندنا أمثلة لأمراض مناعية كتير. بنعتقد دلوقتي أن المناعة لما يحصل فيها خلل وتهاجم الجسم، زي ما بتهاجم الكلى وتعمل فشل كلوي، زي ما تهاجم الكبد وتعمل فشل كبدي، زي ما ممكن تهاجم بويضات السيدة وتدمر بويضاتها دون أن تدري، ممكن سيدة تنام بمبيض ملآن بالبويضات، يحصل خلل في مناعتها، هذه المناعة تهاجم بويضاتها تدمر هذه البويضات، خلال يوم اتنين تفقد السيدة مخزونها تماما. التدخين زي ما قلت وتأثيره السلبي، الجراحات اللي بتتعمل على المبيض واللي زادت نتيجة لتطور الجراحة وزيادة المناظير بتؤثر بالسلب على مخزون المبيض. نرجع للصورة بتقول and so on and force and يعني فيه افتح القوس ومنتظرين أسباب أخرى هنكتشفها قريبا تقول لنا ليه حالات ضعف المخزون بتزيد، لكن دي أكثر الحالات الأسباب المعروفة لضعف المخزون. الآن أكثر الأسباب المعروفة لضعف المخزون هي أسباب مناعية أو أسباب التهابات حوض مزمنة أو بطانة مهاجرة. الستات اللي عندها الكلام ده ما تستعجبش ليه مخزونها من البويضات قليل، التدخين يدمر المخزون، جراحات المبيض تؤثر بالسلب على المخزون، الحاجات دي زادت فضعف المخزون زاد. وبقينا نسمع كتير قوي عن هذا اللفظ، وحنشوف تأثيره على نفسية السيدة وحياتها بعد كده. شوف اللي بعده بعد إذن حضراتكم. احنا قلنا لحضراتكم المرة اللي فاتت ازاي بقى نعرف المخزون، اللي عايزة تعرف مخزونها من البويضات جيد ولا مش جيد، ايه الطرق لمعرفة المخزون؟ نمرة واحد، ناخد بعين الاعتبار سن السيدة، كل ما الست سنها هيزيد مخزونها من البويضات هيقل، حتى لو التحاليل كانت جيدة فالنوعية ما بتبقاش جيدة جدا، لكن السن ده بيؤثر بالسلب في كل السيدات، لكن بعض السيدات يصلوا لسن متقدم ومخزونهم قد لا يتأثر بوضوح. نرجع للصورة، لكن في حاجات تانية، في حاجات كيميائية، الخانة اللي في النص دي الحاجات الكيميائية فيها هرمونات أشرنا إليها قبل كده، وفيها هرمونات زي الكلوموفين تشالنج تيست. لكن نيجي على الخانة اللي موجودة قدام حضراتكم كده، تاني خانة من الشمال الشاشة، هنلاقي الـ FSH والـ FSH-LH ريشيو إنهبين وبي 2 والإنهبين بي والإي 2، الـ AMH مخزون المبيض من البويضات الآن تحليله هو الـ AMH لأنه الأكثر دلالة والأكثر
توفرا والاكثر تعبيرا فعلا عن مخزون المبيض من البويضات، ولانه تحليل لا يتاثر لا بيوم دوره ولا باكل الست واكلاه ولا بعلاج هرموني واخداه، لا يتاثر باي شيء، ونتائجه حساسه جدا لضعف المخزون، وبيلتقط ضعف المخزون من الدرجات البسيطه والمبكره عكس تحليل تانية ما بتظهرش ضعف المخزون الا لما يبقى وصل لدرجه متقدمه قوي. نرجع تاني للصوره دي، وفي حاجات تانية زي ما قلنا الكروموفين تشالنج تيست، لكن اللي بنعمله في الحاجات البايوكيميكال اللي هي بناخد عينه الدم هو الاي ام اتش لانه الاكثر دلاله. في حاجات تانية بايوفيزيكال نستخدم السونار، بجهاز السونار نقدر نشوف حاجة اسمها AFC Antral Follicular Count، Ovarian Volume حجم المبيض، Ovarian Blood Flow سريان الدم المبيض، كلهم مش قاطعين قوي ما عدا نمرة واحد اللي هي الأنترال فوليكل كاونت اللي هو عد الجريبات داخل المبيض. في حاجة أخيرة اللي على يمين الشاشة قدام حضراتكم، إن أنا أخد عينة من المبيض عشان أثبت إن لا بويضات داخل المبيض. ده كلام كتير وكلام إجمالي، لكن ما يستخدم لما نقول مخزون الست من البويضات إن الدكتور يسألها على واحد سنها، التاريخ المرضي السابق، عملت عمليات، جالها التهابات في الحوض، عندها بطانة مهاجرة، ويعمل تحليل اسمه الـ AMH الأنتي ميلوريان هرمون، ويعد بالسونار أنترال فوليكلر كاونت، ودي الأبسط والأسلم، وممكن في عيادة متقدمة متخصصة في ساعة زمن نجيب على هذه الأسئلة، مخزون الست من البويضات جيد ويسمح بحدوث حمل ولا غير جيد، وهم دول اللي بيستخدموا على أرض الواقع، السن والتاريخ المرضي والأنترال فوليكلر كاونت، عدد البويضات والـ AMH. نشوف الصورة عشان إذا كانت الصورة أو الفيديو عشان نشوف بطريقة أكثر واقعية. اللي بعده بعد إذن حضراتكم، ده مخزون المبيض من البويضات باستخدام السونار، وريت لحضراتكم الصور دي قبل كده. الصورة اللي على يمين الشاشة هنا دي عدد بويضات كتير، الكور السودة دي البويضات غير الناضجة، العدد كتير، الست دي مخزونها من البويضات جيد. الصورة دي المبيض حجمه صغير اللي موجود فيه كورتين سود فقط، مخزون البويضات يقينا قليل، وبالتالي سهل وبسيط جدا بحد متخصص، حتى أحيانا لا تحتاج لطبيب، حكيمة تحط السونار المهبلي، نشوف عدد، ولازم سونار مهبلي، ونشوف عدد هذه الجريبات اللي صالحة لتنشيط التبويض هذا الشهر، نشوف عددها قد ايه، فنقول الست مخزونها من البويضات جيد او مخزون ضعيف، ونشوف صور تانية تورينا الكلام ده بوضوح اكتر. زي ما حضراتكم شايفين الصورة اللي على يمين الشاشة مبيض صغير تماما لدرجة ان احنا حاطين كده داير عليه عشان نقول هو فين، ولا نستطيع ان نلمح بداخله اي كور سودا، النقط السودا الصغيره دي اللي هي الجريبات غير الناضجه، هذا مبيض مخزون من البويضات قليل جدا ويكاد يكون منعدم. اما ده مبيض في عدد من الجريبات السودا 5 أو 6، فده رقم جيد، الست دي مخزونها من البويضات جيد. سونار مهبلي في 10 ثواني عين متخصصه ترى وتشوف ايه اللي موجود، فتقدر تقول المخزون جيد ولا لا. هوري حضراتكم بقى فيديو كمان ازاي نقدر نعمل ده بالفيديو، ونشوف السونار بيورينا ازاي البويضات، لكن خلينا ما ننساش ان مخزون المبيض من البويضات هو اللفظ المرعب للسيدات اللاتي يبحثن عن حمل. تعالوا نشوف الرعب اللي هيصيبهم وتأثيراته السلبية ونتائجه التي أحيانا قد تكون مريرة، ولكن بعد فاصل قصير انتظرونا ونواصل مخزون المبيض من البويضات وتأثيره على الحمل وفرصه. اهلا بحضراتكم بعد الفاصل. المخزون اللفظ المرعب للسيدات المتاخرات عن الحمل، الدكتور طلب مني المخزون، الدكتور هيعمل لي المخزون، يا ترى نتيجه المخزون ايه؟ قلنا ان المخزون يمكن ان يقيم بسونار مهبلي، ما بياخدش وقت، في يد متخصص. ستات بتقول لي بقالي سنين بروح لعيادات وبيقولوا لي انت كويسه، ثم نكتشف ان المخزون قليل لان ما حدش اهتم انه يعمل زي ما هنشوف في الفيديو اللي قدام حضراتكم ده. هنوري حضراتكم ازاي ان مخزون المبيض من البويضات يمكن تقييمه. دي العوامل اللي بتؤثر بالسلب على مخزون المبيض من البويضات اللي هو اسمه الـ AMH. السمنة بتؤثر بالسلب، الأدوية اللي هي الكيموثيرابي والراديوثيرابي، الستات اللي بتاخد علاج كيماوي أو أشعاعي لعلاج السرطانات، اللي شالت مبيض، الستات اللي عندها
مرض تكيس المبايض بيبقى مخزون المبيض من البيضات عالي ومرتفع عن الطبيعي لكنه ارتفاع مرضي، وقلنا ان المخزون في الدرجات المتقدمة من التكيس بتقل بعد كده. ده المنظر ازاي بالسونار نقدر نعد عدد الجريبات، هي الكور السود الصغيرة دي، فهنلاقي ان احنا عندنا مفيش اي ادوية بناخدها ومفيش اي تأثير سلبي لاي ادوية في عدد البويضات ده بالسونار. نقدر نعدهم بالسونار، نشوف حجم المبيض ونشوف عدد البويضات، ولما عدد الجريبات يبقى كده كويس وحجم المبيض كمان زي ما حضراتكم شايفين كاتبين من 30 ل 18 ملي ده حجم كويس، نقوم نتوقع ان الست دي هتستجيب كويس لأدوية تنشيط التبويض لما نديها تنشيط. ببساطة جدا في 10 ثواني نقدر نعد، والعدد بيبقى كام يا دكتور يبقى كويس؟ اي رقم فوق 5 6 نقول ده مخزون المبيض من البويضات جيد، طب 5 نقول ده متوسط، طب تحت 5 نبتدي نتكلم على مخزون قليل. وبالتالي الستات اللي مخزونها كويس ما عدها عدد جريبات كتير يبقى نتوقع استجابة كويسة. الست دي عدد الجريبات اللي محطوط عليها النقط الحمراء دي كتير 16 او اكتر، وبالتالي هذا يشير الى حاجة اسمها تكيس مبايض بي سي او اللي انا بشاور عليها في تحت الشاشة دي. البوليسيستيك اوفيريان ديزيز مرض تكيس المبايض بيبقى معاه عدد جريبات كتير، والستات دول متوقع لما نديهم تنشيط للتبويض يحصل لهم استجابة زائدة وفرط تنشيط. وخلي بالك ان فرط التنشيط ده يا دكتور حاجة ممكن تذهب بالسيدة الى العناية المركزة. سونار بسيط في 10 ثواني حطينا عدينا الجريبات قدرنا نقول الست دي مخزونها من البويضات كويس ولا لا، فرصها في الحمل عالية ولا لا، استجابتها لأدوية التنشيط هتكون استجابة جيدة طبيعية مثالية ولا اوفر ويحصل لها حاجه اسمها اوفيريان هايبر ستيميليشن سندروم، ده لو عندها تكيس مبايض. البويضات الكتير زي ما هي نعمه احيانا قد تكون نقمه، لان مريضات تكيس المبايض عندهم زياده مرضيه في المخزون وليست زياده طبيعيه في المخزون. لكن انا بوري حضراتكم، شوف بقى هنا المبيض حجمه صغير جدا، مضطرين نعلم لحضراتكم حواليه كده عشان نشوفه، حجم المبيض صغير، هنا في جرايب واحد وهنا في 2، هنا المخزون قليل، العدد قليل، فرص حدوث الحمل أكيد قليلة، ومحاولة التنشيط غالبا ستنتهي إلى عدم خروج بويضات. وكاتبين لكم أهو إن الست دي لما عملت IVF عملت محاولة لتنشيط تبويض لأطفال أنابيب ما كانتش ناجحة لأنها لم تنتج بويضات أو أنتجت أكياس فارغة أو طلعت بويضات سيئة النوع لا تقبل التخصيب. الموضوع سهل وبسيط جدا، سونار مهبلي في 10 ثواني عند دكتور متخصص في تأخر الحمل، يشوف حجم المبيض مش مهم قوي، شوف دموية المبيض مش مهم قوي، شوف عدد الجريبات اللي جوه المبيض انترا فريكلر كاونت مهم جدا، ويقول لنا المخزون ضعيف، المخزون ضعيف جدا، المخزون منعدم، المخزون متوسط، المخزون جيد، المخزون مثالي، المخزون فوق المطلوب، والست دي عندها تكيس مبايض. وبالتالي نقدر ناخد قرار مين نديها ايه تنشيط، مين نستعجل في العلاج بتاعنا، مين نتمهل شوية، مين متوقعين استجابتها كويسة فنقول للست فرصك في الحمل مرتفعة وفرص حدوث الحمل بأطفال الأنابيب قد كده. شايفين هنا لو نشوف الصورة كده المبيض ما فيهوش ولا جريب، ما فيش ولا بويضة، عبارة عن جزء مصمت كده ولا نقطة سودة ولا مخزون من البويضات، وبالتالي هذه السيدة لو خدت تنشيط للتبويض لن تنتج بويضات، وهذا مبيض منعدم بويضاته تماما، وبالتالي الست دي عندها ضمور في المبيض وعندها انقطاع يمكن مبكر للطمس او انقطاع لفرص حدوث الحمل. سونار مهبلي عند طبيب متخصص في 10 ثواني يجيب على المخزون بانه يحاول يشوف حجم المبيض، دمويته مش مهمين قوي دول، لكن انترال فوليكولار كاونت يعد عدد الجريبات، وورينا لحضراتكم ان الجريبات دي تتعد بسهوله في حد عينه متخصصه. لكن مش بس السونار المهبلي، قلنا كمان تحليل اللي اسمه الاي ام اتش اللي هو مخزون المبيض من البويضات بقى تحليل له دلاله عاليه جدا وهو تحليل هرموني. نشوف الصور كده، بنطلب من السيدات هتعملي تحليل مخزون المبيض من البويضات، وادي بجيب لحضراتكم الكات اوف فاليوز، يعني امتى اقول التحليل كويس. تحليل الاي ام اتش التحليل المخزون كويس ده اي ارقام تحت الواحد الصحيح اللي موجوده في اسفل الشاشه معناه مخزون من البويضات قليل، فرص حدوث الحمل قليله، مكتوب قدام حضراتكم فيور ايج ريتريفد يعني مش هنقدر نطلع بويضات كتير، والسطر اللي فوقيه انكريس سايكل كانسليشن غالبا هنلغي التنشيط لانه مش هيحصل استجابه كويسه. امال ايه الارقام الجيده يا دكتور؟ فوق واحد، اي ست عملت التحليل المخزون ده وطلع فوق واحد يبقى التحليل كويس، 1 نانوجرام يعني ما بين 1 ل 2.5 ده مخزون جيد، مخزون متوقع ان استجابتها لادويه التنشيط تبقى جيده وتطلع عدد بويضات كويس وفرصها في حدوث الحمل من ناحيه التبويض جيده.
طب فوق 2.5 الرقم مرتفع قليلا، فوق 3.5 دي ست عندها تكيس مبايض من درجة مؤثرة على فرص حدوث الحمل ليها واحتمالية ان يحصل لها تنشيط زائد احتمالية عالية، والتنشيط الزائد ده مشكلة قد تودي بحياة بعض السيدات او تدخلهم العناية المركزة. الارقام واضحة مكتوبة في كل الكتب، واشوف كل يوم رسائل بتتبعت لي وست تقول لي تحليل المخزون بتاعي 4.5 والدكتور بيقول لي انت ما عندكيش حاجة. لا حضرتك عندك تكيس مبايض من درجة واضحة، ده لسه وانا داخل الاستوديو. طب تحليل المخزون بتاعي 6 وبيقولوا لي انت كويسه جدا، ده المخزون كبير، ده المخزون كتير مرضي، حضرتك عرضه لحاجه اسمها تنشيط زايد، ولو سمحتوا خلي بالكم انتوا بتدوها التنشيط ادوها جرعات قليله. الكلام ده مش انا اللي بقوله، الكلام ده مكتوب ومقنن في كل الكتب. تحت 1 المخزون قليل، ما بين 1 لـ2.5 مخزون جيد، فوق 2.5 مخزون مرتفع قليلا، فوق 3.5 تكيس مبايض من درجة واضحة، فوق 6 تكيس مبايض من درجة شديدة. أرقام واضحة تحتيها وفوقيها تاخد قرارات واضحة، لأن هذا التحليل قاطع وحاد حدة السكين للأسف الشديد، لدرجة إن هنشوف الصور بقى لما نطلب من سيدات اعملي تحليل مخزون المبيض من البويضات. شوف الصورة اللي بعديها، بتنقسم السيدات إلى فريقين. أدي جايبين لحضراتكم الأرقام، تحت 1 أرقام قليلة باللون الأحمر، الأرقام اللي باللون الأزرق نورمال ما بين تقريبا 1 لحد 2، 2.5 ممكن نسمح لحد 3، فوق 3 دي أرقام مرتفعة ومؤثرة بالسلب على الست وفرصها في الحمل، بتبقى معاها استجابة زايدة وتنشيط زايد. أدي الأرقام واضحة جدا ومحددة، وتعرف كل ست هي فين موقعها من ناحية مخزون المبيض من البويضات. شوف الصورة اللي بعديها، لكن لما بنطلب من السيدات تحليل المخزون بتنقسم السيدات لفريقين، فريق سعادة بالغة أول ما تظهر النتيجة، الحمد لله عديت من الامتحان، قالوا لي المخزون كويس، أنا مخزوني كويس، أنا سعيدة جدا يا دكتور مخزوني كويس، يعني تحليلي كويس وعدد الجريبات بالسونار كويس. لكن مش كل السيدات هتطلع نتيجة التحليل ليهم بالطريقة دي، هنشوف الصورة اللي بعديها ونشوف إن في سيدات مجرد ما يطلع تحليل المخزون يركبهم الهم والغم والمرض والتخيل لأن فرصهم في الحمل قد تكون انعدمت. ونشوف الصورة اللي بعديها، النتائج أحيانا قاسية ومريرة ومدمرة لفرص السيدة ولمستقبلها الإنجابي، لأن تحليل المخزون حاد جدا في قراراته. في الآخر الحمل هبة من الله يهبه لمن يشاء، بعيدا عن الأرقام اللي بنقولها، لكن احنا بنتكلم على فرص وأرقام. هل في صورة ولا فيديو؟ هنشوف بقى الفيديو ده ونشوف السيدات الغربيات بيوصفوا ان استجابتهم لفرصهم في التخصيب وان يحصل لك حمل او ما يحصل لكيش بيبقوا مش مهتمين ومش فارق معاهم، زي النساء العربيات او الشرق اوسطيات اللي بيتأثروا جدا لما نقول لهم فرصكم في الحمل قليلة. لكن تحليل المخزون حاد في قراراته لدرجة انه يصيب السيدات، نشوف الفيديو بالهم والغم ده. هذه السيدة كانت بتعمل فيديوهات دورية كل أسبوع عن حالتها المرضية واستجابتها لأدوية تنشيط تبويض، وبتحكي للستات أنا باخد أدوية إيه وببحث عن الحمل إزاي وفرصي في الحمل إزاي، إلى أن الأطباء طلبوا منها تحليل المخزون لأن لقوا استجابتها لأدوية التنشيط قليلة، فقامت طالعة بالفيديو ده وبتقول للستات أنا عملت النهاردة تحليل المخزون والحقوا قالوا لي تحليل المخزون قليل. شوفوا بقى رد فعل الست دي قد ايه، وده رد الفعل اللي بنشوفه في عيادات تأخر الحمل يوميا عندما نقول لسيدة ان مخزونك من البويضات قليل. هسيب لحضراتكم صوت السيدة دي والرياكشن بتاعها وهي بتقول انا اكتشفت ان مخزوني قليل النهاردة، ونشوف رد فعل الغربيات اللي بيتهموا انهم ما بيفرقش معاهم الخصوبة والحمل والاخره. نشوف لما عرف التحليل المخزون بتاعها قليل كان رد فعلها ايه. انا هسكت واسيب حضراتكم تسمعوا الكلام وهي بتقول الاي ماتش ونتيجته، ونشوف رد فعلها ونسمع صوتها ونرجع تاني. And that there was another follicle test in the blood work somewhere and she compared them side by side and she said the follicle one showed a few more eggs but the AMH which is the baseline that they use to look at your egg reserve was pretty bad. So so she said that most likely my egg quality actually showed quality too, and she said the quality was pretty bad. So so it's my fault. And
So she doesn't want to do the IUI with injectables because she wants to do IVF as soon as possible because she feels that she wants to, you know, I need to get an egg retrieval done so that they could freeze them as quickly as possible. And this is the news I got today. And it only sticks out in my head. I'll do the egg retrieval. And what if all my eggs are bad quality? Because we don't know what they're going to take. She said that she thinks that they can get 10 to 12 eggs. هو ده رد فعل السيدات عندما يبلغنا بأن مخزون المبيض من البويضات قليل. اللفظ مذهل، متعب، مرهق. بعض السيدات بتجده محبط. هذه السيدة بتحكي على قصتها، دي عمرها 32 سنة، عمرها مش كبير، وكانت لا تحمل، وكانت بتروح تاخد أدوية لتنشيط تبويض. فوجئت بأن الأطباء اللي بيتابعوها قالوا لها استجابتك للتبويض استجابة سيئة، فلو سمحتي تعالي احنا هنعمل لك IUI اللي هو بتقول اللي هو التلقيح الصناعي اللي كلمت حضراتكم عليه قبل كده. وبعدين لقوا الاستجابة سيئة فقالوا احنا لازم نعمل AMH. فأول ما عملوا AMH لقوا المخزون قليل فقالوا احنا هنوقف التلقيح الصناعي، حضرتك لازم تجري تعملي حقن مجهري، احنا مش ضامنين هتطلعي بويضات ولا لا، وبتقول كمان مش ضامنين البويضات بتاعتي نوعيتها هتبقى جيده ولا لا، لان النوعيه غالبا هتبقى سيئه، وهيعملوا لي تجميد لاي بويضات هتطلع، وهكلم حضراتكم على تجميد البويضات ودوره في عمليات في الحالات اللي فيها مخزون المبيض من البويضات قليل. بس انا كنت عايز اشوف اوري حضراتكم هذه الدراما اللي احنا بنعيشها يوميا دكاتره تاخر الحمل عندما نطلب من سيده تحليل مخزون المبيض من البويضات، وهذه رد فعل السيدات، وده رد فعل السيدات الغربيات اللي مش فارق معاهم كتير الحمل والإنجاب وفرصه، ما بالكم اللي بنشوفه كل يوم في عيادتنا عندما نقول الحقيقة اللي عهدنا الله ان احنا نقولها، وغيرنا يخدع الست بقالها سنين ويقول لها ان انت الدنيا كويسة والتبويض هاين فنعمل التحليل، فنقول لها التحليل نص، ازاي بيقولوا لك كده المخزون قليل، كل ما كنت بتشوفيه قبل كده لسنوات على السونار هي اكياس فارغة وليست بويضات، وان كانت بويضات نوعيتها سيئة وفرص حدوث الحمل منها قليلة. فنفاجأ بهذه الدراما اليومية التي نعيشها منذ ان دخل تحليل مخزون المبيض من البويضات، وهو ليس من بعيد، من 10 سنوات دخل ضمن تحاليل تأخر الحمل. وبعض أطباء تأخر الحمل بيقولوا إن لو هنعمل تحليل واحد، عندنا تحليل هرمونية كتير قوي عشان نعملها نقيم حالة السيدة، بيقولوا لو هنعمل تحليل واحد، لو نختار نعمل تحليل واحد، هنعمل تحليل واحد ونختصر نعمل تحليل مخزون المبيض من البويضات. وحوري حضراتكم فيديو ليه التحليل ده مهم جدا، لأنه بيغير في القرارات وفي خطة العلاج. بس نشوف أهو ده الفيديو. الفيديو بيقول انت تعرفي مخزون المبيض من البويضات بتاعك؟ لو سمحتي لو السيده تبحثي عن الحمل يجب ان تعلمي مخزون المبيض من البويضات اذا كنت تفكري في الحمل، لان ده هيحدد خطه العلاج وايه العلاج اللي هنعمله لحضرتك، وده بيؤثر على قراراتنا وعلى التوجهات بتاعتنا. تحليل بسيط عباره عن عينه دم وسنرسلها للمعمل، معمل جيد زي عندنا كده ساعه زمن ونرد على حضرتك، بعض المعامل قد تتاخر، لكن المهم التحليل قاطع جدا في انه يقول لنا مخزون المبيض من البويضات قد ايه، سيحدد فرصك في الحمل والعلاجات اللي هناخدها وتوجهاتنا هتبقى ازاي بناء على التحليل. ماذا تعرفون عن تحليل مخزون المبيض من البويضات؟ هنقف عند ده، هنعرف حضراتكم هذا التحليل بكل حذافيره في المرة القادمة، ولو اننا قلنا لكن لأهمية الموضوع ولتأثيراته على السيدات وعلى فرصهم في الحمل وعلى الست المتأخرة عن الحمل، قد ايه الدراما اللي بتصيبنا لما نسمع ان المخزون قليل، وقد ايه المخزون القليل مؤثر في فرص السيدات في حدوث الحمل. هنستعرض ده مع حضراتكم في الحلقات القادمة، مخزون المبيض من البويضات وتأثيره على الحمل وفرصه وكيف نكتشفه وكيف نعالجه، هو ده محور حلقتنا القادمة. انتظرونا إلى أن أعود وألقاكم. سلام الله يحيط بكم ويرعاكم، بس افتكروا دايما أن الحمل هبة من الله يهبه لمن يشاء وقتما يشاء كيفما يشاء، تعالى علمه وقدرته، علم وطب الأطباء، وهذه الأرقام التي نقولها إلى أن أعود وألقاكم. أترككم، سلام الله يحيط بكم ويرعاكم.